أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في برنامجكم من البيت، ومثل ما عودناكم برنامجكم حيكون من داخل البيت. رح نتناقش معكم في مواضيع مختلفة ومنوعة لحتى نتناولها معكم. اليوم موضوعنا جدي شوي وفيه أبعاد كتيرة، موضوعنا عن المرأة والقانون الفلسطيني. إحنا عن جد بحاجة لنعرف وين وصلت حقوق المرأة في القانون الفلسطيني. صحيح ميرا، وكمان لازم نتعرف على حقوقنا ولازم يكون عندنا وعي كامل قديه إلنا حقوق لازم تتطبق، خصوصاً النساء اللواتي بتعرضوا للعنف. فهيك إحنا رح نسلط على بعض القوانين الهامة. حلقتنا مهمة، ولكل اللي بيحضرونا ركزوا معنا منيح عشان تستفيدوا. ومثل ما عودنا مشاهدينا أنه برنامجنا طابعه خفيف ولكن بتناول قضايا مهمة. ضيفنا اليوم هو المحامي سامح شبانة. كأنه أستاذ سامح وصل، خلينا نروح نفتح له ونستقبله معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيك أستاذ سامح، نورتنا. الحمد لله، شو أخبارك؟ أستاذ سامح، طبعا إحنا بدنا إياك هلأ نثبت لك الميكروفون لحتى نبدأ معك المقابلة. أستاذ سامح، حضرتك طبعا جايين هلأ من المحكمة. صحيح، جاي عليكم مباشرة والله. كيف كان الوضع؟ يعني تمام الحمد لله. يعطيك ألف عافية، تفضل. نورتنا. مرحبا، اهلا وسهلا، كيفك استاذ سامح؟ تمام والله الحمد لله. تفضل ارتاح. الحمد لله تمام. تمام، اهلا وسهلا فيك من جديد. خلينا نعطيك نبذه سريعه عن البرنامج، عن فكره البرنامج. برنامجنا بسيط وخفيف، احنا قاعدين هيك مع بعض رح نقعد نتسلى ونناقش. طبعا مواضيعنا رح تكون من قطاعات مختلفه، اليوم رح نركز على القانون ورح نربطها بموضوع العنف ضد المراه. يعني أستاذ سامح، إحنا رح نشوف شو وجهة نظرك من ناحية الجانب القانوني المتعلق بالمرأة ولوين واصل معلوماتك من هذا الجانب. تمام، فقرتنا الأولى هي أسئلة سريعة وأجوبة، يعني الأجوبة حتكون قصيرة علشان نشوف وجهة نظرك ومعلوماتك برضو عن حقوق المرأة. بالبداية أنت حضرتك، يعني وإحنا قاعدين بننسق معاك وبنحكي معاك، حكيت لنا أنه حضرتك متخصص بقضايا حقوق المرأة، احكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، أنا أولاً بداية أنا تخصصي الرئيسي هو تخصص في القضايا الجنائية، يعني أنا أعتبر محامي جنائي متخصص في القضايا الجنائية، وبالذات وبالتحديد قضايا العنف ضد المرأة وأصلاً قضايا النساء بشكل عام، لأنه يعني هي من جاية من يعني من نابع رسالة إنسانية من أي فئات مهمشة، إحنا دائماً مندافع عنها، منحب نشتغل هذا الشغل. بالإضافة كمان للنساء في كمان كثير فروع لهاي القوانين زي قوانين الأحداث متخصصين فيها برضو، فإحنا دائماً بشكل عام منحب الأشياء اللي تتعلق بحقوق الإنسان ومن ضمنها العنف ضد المرأة وحقوق المرأة وقضايا المرأة أكيد. أوكي. نعم. خلينا نبلش بالأسئلة السريعة. نبدأ معك أستاذ سامح بالأسئلة السريعة، وأول سؤال عنا هو شو هو أكثر نوع عنف بتعرضوا له النساء في فلسطين حسب إحصائية 2019؟ حسب الإحصائيات إن العنف النفسي هو أكثر عنف تتعرض له النساء في فلسطين. وتعطينا نسبة يعني تقريبية تقريبا؟ قديش النسبة تقريبا؟ حسب ما بعرف 30% 29% بعرفش، لا 40% تقريبا هيك شيء ممكن. أوكي. السؤال الثاني، كم برأيك تقريبا نسبة النساء اللواتي يتعرضن للعنف ويذهبوا لمحامي لرفع قضية؟ شوفي، هاي بالعادة عشان مجتمعنا الفلسطيني والواقع تاعنا هي نسب قليلة، تقريبا أتوقع 2% فقط، يعني أتوقع هيك حسب ما بعرف. ننتقل معناته لسؤالنا الثالث اللي بيحكي انه 8% من النساء بتعرضوا للعنف الالكتروني في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فلو تحكي لنا كمان برضه شو هي انواع هذا العنف الالكتروني؟ شوفي، هو العنف الالكتروني صار منظم اكثر عنا في فلسطين بعد صدور قانون الجرائم الالكترونيه. هاي القانون شدد العقوبات وحفظ حق المراه في هاي الامور، وهي قضايا ابتزاز بالذات، يعني هي القضايا الرئيسيه اللي بتكون عن طريق الجرائم الالكترونيه او العنف الالكتروني. بالعادة 80% أو 70%، أنا ما عندي نسب دقيقة بالضبط، بس هيك حسب ما بعرف وقرأت إن هي الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية أكيد. نعم تمام. هلأ في كمان عنف، نوع عنف آخر وممكن حضرتك يعني بتتعرض له أكيد خلال القضايا، اللي هو العنف الاقتصادي. من وجهة نظرك ما هو العنف الاقتصادي؟ هو شوفي، العنف الاقتصادي بشكل عام يعني هو بتمثل في كثير حالات، من ضمنها ايضا اللي هو العنف اللي طبعا اللي بيصير على المراه من ناحيه الامور الماديه، يعني زي مثلا حرمانها من المصروف، حرمانها من السكن، ممكن بعض الحالات يكون زوجها مثلا موقعها على شيكات او كمبيالات، هذا يعتبر ايضا من ضمن حالات العنف الاقتصادي. ممكن نوصل لمراحل ابعد من هيك زي النفقه وقضايا النفقه
وعدم وجود اي نفقة على في بعض الحالات على المرأة المطلقة. يعني في له كثير حالات يعني الامور اللي بتتخصص في الامور المالية اللي بتنحرم منها المرأة. أستاذ سامح، ننتقل إلى كونك محامي، كم نسبة تطوعك لأخذ قضايا حماية حقوق المرأة؟ نعم، أنا وإلي كثير من الزملاء إلي بالمهنة يعني متطوعين دائما ومعلنين دائما إنه إحنا متطوعين لأي قضايا بتخص المرأة والعنف ضد المرأة، وأي مرأة بحاجة لأي مساعدة تقدر تتواصل معنا، إحنا بنقدم لها أي مساعدة تطوعية مجانا بخصوص هاي الأمور، لأن قلت لكم إياها في البداية إنه إحنا هاي قضايا إنسانية. أنا مستعد أساعد أي امرأة تتعرض لعنف، مستعد أتواصل معها أقدم لها أي مساعدة قانونية بخصوص شو بدها من أي مرحلة في مراحل دعوة أو محاكمة أو استشارة أو أي شيء طبعاً أكيد. طب من وجهة نظرك يعني هل ظاهرة التطوع كمحامي للدفاع عن حقوق المرأة هي عن جد منتشرة عندنا في فلسطين؟ شوفي، لا هي مش منتشرة بالشكل اللي احنا بنحكي فيه. يعني التطوع هو في مؤسسات مختصة في هذا الموضوع، في كثير مؤسسات يعني بتهتم بشؤون المرأة، وأي مرأة بتروح عليهم بيساعدوها بيقدموا لها المساعدة، ومن ضمن هاي المساعدات هي المساعدة القانونية لهاي النساء. فيعني حالات فردية زينا يعني ما توقعش انه في كثير منتشرة، لانه في اصلا مؤسسات بتعتني بهذا الموضوع اكيد. نعم تمام، احنا هيك خلصنا الاسئلة هيك المباشرة والاسئلة السريعة. عندنا فقرتنا الثانية هي بتكون الاسئلة اكثر دردشة، اكثر حوار، يعني اكثر ناخذ ونعطي. بس خلينا بالاول نقوم على المطبخ هيك نصب كاسة عصير انا وياك. يلا تفضل. طبعا احنا يعني البيت بيتك والله، يعني الجو عائلي وكثير يعني مرتب ما شاء الله، يعطيكم العافية. خلينا نصب عصير. شو بتحب؟ برتقان، وهذا اظني توت. خلص توت. خلينا توت بتحب؟ اوكي نعم. خلينا نصب توت. حضرتك متزوج صح؟ نعم صحيح. كبينا برا، استنوا شوي. يلا بس امسحها. توت ولا فراولة؟ توت. شفت محطوط عليه؟ هلا مش مشكلة، انت اشربها اكلها توت. اشربها اكلها توت. تمام. طيب حضرتك متزوج صح؟ نعم حكيت صحيح. لأنك كيف موضوع حقوق المرأة بالدار عندكم شغال؟ احنا مهتمين بهذا الشأن لأنه أصلاً زوجتي هي متخصصة في قضايا حقوق الإنسان وبالذات حقوق المرأة والعنف ضد المرأة، شغلها طبعاً هيك. فيعني احنا الوضع عندنا مستتب يعني بخصوص هذا، احنا اثنين مهتمين في هذا الشأن ودائماً بندعو لهذا الموضوع يعني، فيعني مش متغلبين من مرة الحمد لله في هذا الإشي. كيف توزيع الأدوار عندكم في البيت؟ والله يعني بطريق متفاهمين جدا وبطريقه يعني عصريه يعني. يعني أكيد بتساعد يعني زوجتك في البيت ولا كيف؟ طبعا طبعا، احنا دور تكاملي وتشاركي بيننا على اساس انه احنا اصلا القانونيين الفاهمين في هاي الامور، كل واحد له حقوق وواجبات لازم يعطيها للثاني اكيد. صحيح. خليني بس اسال، سهى تشربي ايش، توت ولا برتقان؟ خليني برتقان. برتقان اوكي. طيب كيف يعني ايش الادوار اللي انت بتاخذها في الدار اذا هيك، اذا انتم موزعين الادوار؟ والله يعني بشكل عام يعني مش فيش شيء معين. بتساعد في الامور المنزليه مثلا؟ يعني اكيد طبعا اكيد. يعني أكيد. بتطبخ؟ لا ما وصلتش لدرجه الطبيخ لانه انا ماليش على الطبيخ. لا هون في مشكله. لا احنا قانون وانا وياه موزعين. ايش الادوار اللي بتاخذها اذا هيك؟ هاي هوايه يعني بالنهايه انا بعرفش اطبخ عشان هيك. طب مثلا ممكن انه انت غسيل، تنظيف؟ يعني ممكن طبعا اكيد ممكن اكيد. تمام. يعني احنا اليوم هون هيك شوي بدنا نورجي زوجتك انه انت بتساعدنا في المطبخ. فايش رايك تاخذ معنا الصحن؟ بلاش الصينيه، شكلك مش متعود على الصينيه لسه. نعم. خلينا نجيب هدول. لسه مو ايديك. شكرا جزيلا. مبدئيا تفضلي. هاي العصير. يسلمك. تفضلي سهى. شكرا. يسلمك. اهلا ايديك. تمام، احنا هيك قعدنا، جبنا عصير، بسكوت، هيك جاهزين للدردشة. احنا خليني اجيب الايباد تاعي عشان نكمل باقي حوارنا. نعم. ونتطرق المواضيع بطريقة اعمق. اوكي تمام. احنا تحدثنا سابقا انه برضو القانون الفلسطيني بتأثر بالعادات والتقاليد او تنفيذ القانون الفلسطيني. من المهم ايضا التطرق الى الفرق بين القانون والعشائرية، اي ان القانون يحمي المرأة لكن العشائرية تحول دون تنفيذه. يعني انا ما بتفق مع هاي الفكره تماما، لكن انا اشرح لك الوضع كيف بصير. هلا القانون بيحمي المراه، في عندنا قوانين غاده على المراه، اوكي مش بالحد المطلوب اللي بدنا اياه، لازم يكون في تحديث ابديت على القوانين عشان تصير ملائمه للوضع الحالي عندنا. لكن اي مراه
هون بدنا نربط الموضوع العشائري لأنه في كثير نساء ما بتعرف هذا الموضوع. صح. أي مرأة بترفع شكوى على أي حدا عن نفها سواء زوج أو أخ أو أي حدا عن نفها عنف تقدر ترفع عليه شكوى جزائية في المحكمة وبتم تنفيذ القانون عليه. إذا هي ما أسقطت حقها الشخصي وما تنازلت وما تصالحت مع المتهم القانون بأخذ مجراه وبأخذ المتهم العقاب اللازم والرادع. لكن شو اللي بصير نربطها مع الحالة اللي هي القضاء العشائري؟ بيجوا العيلتين اللي هم عيلة الزوج وعيلة المرأة وبيجوا بتفكوا بدون ما يعرف الزوج وبدون ما يكون إلها المرأة إلها علاقة طبعا لأنه عاداتها وتقاليدها عيب إنها المرأة تيجي تحكي في هاي الأمور أكيد أهلها اللي بيمثلوها وعيلتها فبيجوا بتصالحوا وبيعملوا صلح وبروحوا بيحكوا للمحكمة إحنا تصالحنا ويلا اسقطوا القضايا عشان يحفظوا الأولاد ممكن عشان ما تتطلقش نظرة الأهل للمطلقة إنه إذا أنت رفعت شكوى على جوزك ممكن يطلقك فصفت هون العائلات اللي بيحلوا الموضوع أوكي هنا في هدر لحق المرأة لكن المرأة لازم تحط ملاحظة ونوتس في رأسها إنه أنا إذا رفعت شكوى وما حد تنازل عني ما تقدر تتنازل عن القضية وتقدر يأخذ حتى لو في صلح عشائري كان القانون بأخذ مجرى تيجي على المحكمة تحكي أنا ما تصالحت معهم ولا بدي أتصالح معهم وهذا الصلح اللي تم أنا ما مش راضي عنه هون صراحة مش الكل بيعرف هاي المعلومة القانون بيمشي وبأخذ حقها طبعا وبتمشي للطبيعي القانون يعني فعليا احنا بنحكي انه القانون بينفذ القوانين اللي بتخص تعنيف المرأة طبعا. يعني ما بتم تجاهلها هلا شوفي هو القانون حاليا قانون العقوبات اللي هي اللي بيختص في قضايا المرأة او الرجل ما ميز القانون بين المرأة والرجل صراحة مع تخصصية للمرأة في العنف يعني الرجل إذا بتعنف ممكن يرفع شكوى والمرأة إذا تعنفت ممكن ترفع شكوى فيعني ما في إشي مخصص لقضايا المرأة ليش الناس بتنادي في قانون حماية الأسرة على أساس إنه يخصص قضاة للمرأة يخصص موظفين للمرأة يخصص حماية للمرأة أكثر لأنه صراحة الحماية مش متوافرة هون في القانون يعني ممكن المرأة ترفع شكوى وتروح على الضابط وترد تتعرض للعنف كمان مرة فهون في عنا قصور في هذا الموضوع بس هو كقانون موجود قضايا عنف كافة في احتمالية أستاذ سامح يتم توفير هاي الحماية للمرأة اللي بترفع قضية ضد التعنيف صراحة بدنا إمكانيات عندنا ما مش متوافر الإمكانيات أنا حسب ما دراسة قانون أو مشروع قانون حماية الأسرة في إشي اسمه الحماية وفي موظفين تابعين للتنمية الاجتماعية هم اللي بيقوموا بهذا الحماية وبيجبروا الزوج أو الـ يعني المشتكى عليه إنه مرته ترجع على البيت ما يحكي معها أو إيش بيكون في عنصر مراقبة بدها إمكانيات بدها دور مثلاً بيوت مخصصة للمرأة المعنفة اللي ممكن إذا روحت يعني تتعرض حياتها للخطر بدنا كثير إمكانيات يعني عشان هيك يعني بهمنا الإمكانيات قبل يعني حضرتك نعم. كمحامي نعم. هل يتم توجيه المعنفة اللي بتيجي بترفع قضية عندك لجهات اختصاص نفسية أو اجتماعية يعني شوف هم بتوجهوا في مراكز كثير حكومية أو مش حكومية يعني حكومية وغير حكومية في مراكز بتعتني بهذا الشأن اللي هو المرأة المعنفة لكن للأسف الشديد لم ترتقي للمستوى المطلوب يعني المراكز الحكومية للأسف اكتظاظ والمرأة هناك يعني ما يعني مش يعني أوكي يعطيهم العافية هم كثير يشتغلوا معهم صح بس مش لما وصلناش لمرحلة البيرفكت يعني ما وصلناش لمرحلة إنه المرأة تتعالج نفسيا واجتماعيا وسلوكيا لأنه العنف عليها بيأثر كثير من ناحية السلوكية والاجتماعية ممكن تصير ردات فعل بعدها فهون لازم احنا نهتم فيها نفسيا وسلوكيا هون للأسف شوي ما وصلناش لمرحلة متطورة من هاي المرحلة في برضو مراكز غير حكومية زي مركز المرأة أتوقع في كثير مراكز بتختص بهذا الشأن إذا لجأت المرأة لهم لكن المحكمة كمحكمة ما عندها صلاحية حسب القوانين القديمة الموجودة إنها تحيل المرأة إلى مراكز اختصاص عشان هذا الموضوع يعني إحنا متمنى نوصل هاي المرحلة نعم. من الوعي ومن الإمكانيات بالزبط. اللي تدعم المرأة وتوفر لها الحماية والدعم النفسي قبل حتى الجسدي طبعا أكيد صح لأ حضرتك أنت محامي رجل وحكيت أنك أنت كمان بتفرغ جزء من قضاياك لحقوق المرأة إيش كلمتك للمحامين يعني التانيين الرجال؟ والله شوفي وانا حكيت قبل انه يعني في كثير والله ربنا الله من الزملاء الله يعطيهم العافيه انهم هم كثير متطوعين في هذه القضايا قلت لك في كل واحد له يعني نهج معين بتطوع فيه طبعا انا بوجه رسالتي لكل المحامين بشكل عام مش بخصص حدا انه القضايا لازم نهتم فيها كثير قضايا المراه لانها العنصر الاضعف في المجتمع العنصر الاقل حسب النظره فاحنا لازم نرفع الوعي للمحامين نرفع الوعي للناس ونهتم بهذا الشان اكثر ونتطوع على أساس إنه رسالتنا توصل ودولة فلسطين تصير من الدول المتقدمة المتحضرة في هذا الموضوع ما يصير عندنا حالات كثير نسمع حالات قتل ونسمع حالات اعتداء على النساء بشكل يومي يعني بشكل يومي تمام إحنا ضد هاي الفكرة وبناشد كل الناس اللي بيقدروا الحقوقيين والزملاء
دائما يتطوع في هاي القضايا على اساس يعني المرض دائما هي او النساء هم العنصر الاضعف اللي ما بتقدر بجزء في جميع الحالات تروح لمحامي انه نتطوع ونساعدها طبعا ونعطيها المساعده. استاذ سامح باختصار وببساطه، المراه التي تتعرض للعنف شو تعمل؟ تسكت عن حقها ولا تطلب مساعده؟ شو تسوي؟ لا تسكت هذا مش حل يعني اكيد. يعني المراه للاسف يعني احنا في المجتمع الفلسطيني المراه دائما يعني زي ما بيحكوها مربطه ما بتقدر تعمل شيء لانه بتعرف الضغط العائلي والاجتماعي عليها انه وين ترفع شكوى هذا عيب هذا بتعرف عيب والهاي والحرام هاي موجوده عندنا. لا طبعا انا بناشد كل النساء اي مرأة تتعرض للعنف لانه هذا العنف ممكن يتطور في المستقبل ممكن يصير توصل لحاله حادث القتل او العنف الجسدي الكبير يعني. فانا يعني بناشدهم من هون انه لا اي امرأة تتعرض للعنف المفروض تروح تقدم شكوى جزائيه في اللي عنفها بغض النظر مين هو. طبعا الاجراءات عادي سلسه اليوم في عندنا شيء اسمه شرطه حمايه الاسره، حماية الأسرة هي متخصصة في قضايا النساء وبتكون النساء اللي موجودة في الشرطة بتقدم شكوى وبتطالب ملاحقة اللي عنفها وبتتابع شكواها في المحكمة وبتروح على المحكمة وبتشهد وبتتابعها وممكن يأخذ عقاب عالي جدا إذا عنفها يعني حسب شو درجة العنف. فيعني أنا بناشدهم وبطالبهم كلهم إنه أي حدا بتعرض حتى الذكر مش شرط الأنثى يعني بس أنا عشان موضوع حلقتنا عن الأنثى أي حدا بتعرض للعنف لا ما يسكت وما ما يترك الأمور للأمور العائلية والتقليدية لا يروح يرفع شكوى ويتابع شكوى عشان يأخذ كل يعني معتدي عقابه. أكيد فعلا هون إحنا منيجي لموضوع إنه صوت المرأة فعلا مهم ومش لازم تسكت طبعا. فإذا بنطلب منك استخدام هاشتاج صوتك مهم إيش ممكن تكتب؟ يعني كثير في ممكن أشياء يعني مثال إنه ممكن أحكي لها إنه صوتك مهم ومسموع لأنه صفى اليوم صوت المرأة أو شكوى المرأة مش بتتسكر وبتتضبط لا صوتها مهم فعلا ومسموع ويعني بصير إجراءات في ضد أي حدا معتدى عليه أكيد طبعا. يعني أستاذ سامح خير من وجه نصيحة ووجه يد المعونة للنساء. من هون إحنا في برنامجنا بنطلب من جميع النساء إنه أي واحدة تتعرض للعنف مثل ما حضرتك ذكرت إنها تلجأ للمساعدة وتطلب بيد العون من الجميع. نعم أكيد طبعا. وفعلا زي ما شفنا من الواضح إنه في حدا ممكن إنه يساعد وفي إجراءات إنها راح تتخذ للحد من العنف أكيد. وإحنا بنشكرك لوجودك معنا في البيت أستاذ سامح شبانة المحامي. تفضل يعني نورتنا. شكرا نورتنا. تفضل لهون إحنا مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. استنونا بحلقات قادمة. إلى اللقاء.